السلام عليكم ورحمة الله. بس بقول نصيحة للشباب اللي يركبون المانيفولات أمريكا ريسينج مع الداون بايب. الداون بايب اللي يجي عليه الكاتاليزر سيستم دبة التلوث، يحاولون يبطلون دبة التلوث، لأن شوف وين نصل الكاتاليزر. هذا يوم يتسكر يسوي ضغط، يسوي ضغط في الماكينة. بعدين شو يصير؟ هاي النتيجة، نتيجة البستن ينكسر. هذا تو بدايته، واحد انتهى وواحد شوي في شرخ. وين الشرخ هذا؟ يعني اي شخص مركب امريكان ريسينج مانيفولات مع داون بايب عليه كاتاليزر يحاول يبطلهم ويرد المبرمج. هاي ثاني سيارة جاتني نفس الموضوع، ولا بكل مصير هو الماكينة، لأن يعني أكثر شيء اللي ينضر هو البيستن، يستوي ضغط على البيستن، باك بريشر.